إلى الجزائر، حيث خرج مواطنون في تظاهرات جديدة ضد النظام الحاكم متحدين الاعتقالات وما يوصف بمناخ القمع المتصاعد الذي شجبته المنظمات غير الحكومية. وبدأت التظاهرة في أسبوعها 34 بتجمعات صغيرة قبل أن تتضاعف تدريجيا أعداد المتظاهرين عقب صلاة الجمعة. وتأتي هذه الاحتجاجات قبل شهرين من انتخابات تثير انقساما في البلاد. هذا وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت بتصاعد عدد الاعتقالات العشوائية للنشطاء في الجزائر.